النظام السوري من يتعامل معه ولا من بعيد ولا من بعيد. مساء الخير في عناوين هذه النشرة. مصرف لبنان كل سنة بيقدم موازنته والبيان والخسارة إلى وزارة المالية. تساؤلات ورد بشأن إثارة موضوع أرباح خمسة في لبنان وما صدره وأكد أنه كغير نكره واردات وعليه مستحقات. مشروع الموازنة العامة أمام نواب في جولة الرابعة. دعوات للبرزاني برزاني عن الرئاسة والعبادي يسحب الميليشيات بمن فيه الشعبي من كركوك. حياتي أنا وحياتي أدوار حدا بدي يكون ملك جمال الكون. اليوم الثاني من مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة لم يختلف عن اليوم الأول لا من ناحية مضمون المداخلات ولا من ناحية مطالب النواب وسيدي رئيس الوزراء سعد الحريري بكلمة مهمة في نهاية الجلسة يتناول جملة أمور ويرد على ما طرحه النواب. أما كلام النائب رضوان عن مصر في لبنان في الأمس فإنه ورغم رد حكمية في لبنان عليه حاضرا. وفي هذا الإطار شدد الخبراء المصرفيون على أن مصر كغيره من البنوك له واردات وعليه مستحقات وهو يلتزم دوريا تقديم موازنة سنوية وبيان ربحية إلى وزارة المال وتحويل الواردات اللازمة التي حققها إلى خزينة الدولة فضلا عن أن مصر لبنان هو تحت المجهر الدولي من مؤسسات ائتمان وصندوق النقد والبنك الدولي. واليوم وصلت القوى الأمنية مع فتح قتل بلاط الذي قتل والد فجر أمس واثنين آخرين. وعلمت التلفزيون المستقبل أنه تم الانتهاء من الاستماع إلى إفادة الجاني الذي اعترف بقتل والده قائلا نعم قتلت محمد يونس ولم يقل والدي. كما تحدث عن تسلسل الأحداث والجرائم بعدها وكأنه يشاهد فيلما بوليسيا وليس ما قام به هو. البداية من مسألة إثارة موضوع أرباح مصر في لبنان إذ يجزم المعنيون بالقطاع المصرفي في لبنان بشفافية القطاع بشكل عام والمصرفي بشكل خاص بشهادة مؤسسات الائتمان الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويشرح خبراء مصرفيون بأن لبنان هو مصرف له واردات وعليه موجبات ساندت الدولة وماليتها ولا يزال على الرغم من كافة الأزمات التي يمر بها البلد. تقرير محاسن حلبي. تساؤلات وردود عدة قبل بها مصطلح على تسميتها بمفاجأة نائب جورج عدوان بحق حاكم مصر في لبنان خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة. الرد الأبرز كان من حاكم مصر في لبنان رياض سلامة فيما فتحت شهية التحليلات والكتابات بشأن الأهداف والخلفية من إثارتها. وعلى الرغم من أحقية النائب بمساءلة مصر في لبنان كما غيره من المؤسسات إلا أن ثابت أيضا وفق مصادر متابعة أن ما يقوم به مصرف لبنان هو من ضمن الوظيفة المنوطة بأي مصرف مركزي في العالم أي أن يتدخل في السوق لكي يحافظ على السياسة النقدية نافية أن يكون المصرف المركزي يحقق أرباحاً خيالية. اليوم مصرف لبنان 42% من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية فبيتلقى فوائد من سندات الخزينة ولكن من ميلة الثاني عنده مدفوعات على الاحتياطي الالزامي يلي بتوضعه المصارف التجاريه بمصرف لبنان بيدفع فوائد على شهادات الاداء يلي بيصدرها لبنان واللي حملها المصارف وايضا بيدفع فوائد على الودائع التي تضعها المصارف بمصرف لبنان يلي هي مختلفه عن الاحتياطي الالزامي. واردات مصرف لبنان بتتضمن الاسهم يلي حملها بشركه انترا
وبشركة الطيران الأوسط. كما أنه عنده سندات خزينة بالعملة الأجنبية. أما حسب قانون النقل والتسليف فمصرف لبنان كل سنة بيقدم موازنته والبيان الربح أو الخسارة إلى وزارة المالية سنويا. وفي مبالغ تحول نتيجة هالشيء إلى خزينة الدولة وساهمت بالواردات. شرح مستفيض تقدمه المصادر عن المصرف المركزي فتقول إن الوضعية المالية لمصرف لبنان تتضمن واردات ومطلوبات تؤدي بالمحصلة إلى خلاصة تقول إن ما يدفعه المصرف للقيام بمهمته يفوق الفوائد التي يحصل عليها لقاء توظيفاته. العمليات التي في مصرف لبنان والمصارف التجارية والتعاون بين مصرف لبنان والمصارف التجارية هي للحفاظ على الاستقرار النقدي وثانيا على الاستقرار المالي العامي. الضوء يجب أن يسلط على ارتفاع النفقات الدولة بشكل ملفت للنظر. يعني النفقات ارتفعت من 6 مليارات مليون دولار إلى 15 مليار دولار بال 2016 وإذا نحسب 17 مليار دولار من نفقات موازنة 2017 بتكون نفقات عامة ارتفعت بنسبة 150% بال 12 سنة. يجزم مغبرين شفافية مصرف لبنان والقطاع المصرفي ككل فهو تحت مجهر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى مؤسسات ائتمان طالبا من المعنيين الأخذ بعين الاعتبار ما تعرض له القطاع من ضغوطات في السنوات السابقة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وعلى استقطاب الودائع. وإثارة موضوع أرباح مصرف لبنان جاء خلال جلسات مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي التي تتواصل في جلسة رابعة معنا من نجم مراسلنا ربيع شنطف. ربيع لديك طبعا أجواء الجلسة المسائية وموضوع إثارة مصرف لبنان من قبل النائب جورجوان. ماذا في التفاصيل؟ خمس كلمات لهذه الجلسة المسائية آخرها رئيس فؤاد السنيورة. طبعا هناك رد من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيكون في نهاية هذه الجلسة. هو يتحضر في غرفة جانبية لهذا الرد. وطبعا من المتوقع أيضا أن يكون هناك رد من قبل وزير المال. أما بالنسبة للتصويت على الموازنة العام 2017 هناك وجهات نظر متعددة. تحدثنا إلى العديد من النواب. البعض قال فإنه قد تكون هذه الليلة التصويت. أشار البعض الآخر أنه قد يكون غدا التصويت. حتى هناك أيضا تفاوض بمسألة ما إذا سيكون التصويت حول مادة واحدة لا 96 بند أو سيتم مناقشة كل بند على حدة. نحن ننتظر كلام رئيس وزراء سعد الحريري الذي سننقل بطبيعة مباشرة على الهواء لاحقا. أما فيما يتعلق بالكلمات التي بدأت في هذه الجلسة كان في البداية للنائب الذي بدأ وكأنه يرد على نجمين دون أن يسميه استحدث عن العديد من المسائل وقال إن هذا العهد وهذه الحكومة يقومون بما عجزت الحكومة السابقة على القيام به بفترة وجيزة وعدد العديد من التعيينات والأمور التي حققتها هذه الحكومة وهذا العهد كما قال. أما النائب نواف الموسوي فركز في كلمته على كيفية مكافحة الفساد وهنى العراق حكومة وشعبا وحزبا شعريا كما قال بتحرير الذي حصل. فهنا تدخل الوزير معين المرعي فقال سيد حزب الله. فرد النائب نواف الموسوي عليه قال خلينا نهني حزب الله الأول في سوريا. أما فيما يتعلق بالنائب أكرم شهيب فهو طالب بالإنفاق على الاستثمار لأن الأمر مسمر ومنتج وأيضا لم ينسى أن يرد على منتقدين مصالحة الجبل فقد أكد على ثوابت هذه المصالحة التي قام بها المطرق صفير صفير والجنبلات. أما النائب بطرس حرب فقد طالب العام 2018 كي يتم إقرارها في كانون الثاني وقال ليس هنالك هنالك تفاوت الآن يتم مناقشة موازنة من دون قطع حساب في حين أن الحجة
الحجة التي كانت تستخدم بأنه عدم وجود قطع حساب فلا يوجد موازنة طبعا خلال السنوات الماضية. أخيرا ألفت إلى وعلى هامش هذه الجلسة دخل نائب فادي العوض إلى غرفة الصحفيين وطلب المصورين بأن يصوروه وهو يلقي كلمة، وكان لافتا بأنه تقدم بالتعازي من بشار الأسد رئيس النظام السوري وذلك بوفاة عصام زهر الدين مقتله اليوم في سوريا. على كل ننتظر بقية الكلمات وسنكون مباشرة على الهواء. لينا شكرا ربيع. وكانت الجلسة الصباحية شهدت مداخلات رد بعضها على موارد في كلمة الأمس. أما الرئيس نبيل بري فانتقد غياب النوار تقرير ما ظاهر. انعكس غياب معظم النواب والوزراء هدوءا على الجلسة الثانية لمناقشة الموازنة. غياب عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيل بري أكثر من مرة ممتعضا. وهذه القاعدة الشكل بتقول الشعب ليش استخفافوا بهذا بالشأن عم يحصل. يضل كل الغائبين بس صوت الرئيس ما عم بيخد اعتبار اللي عم بيحضر ما عم تميزهم. هاي المشكلة هون موجودين. نشكر الوحيد اللي بيبدي بعض ما قيل في الجلسة المسائية السابقة انسحب ردودا من بعض النواب. ففي وقت رد النائب أنور الخليل على النائب جورج عدوان تولى النائب سمو أبي رمية الرد على ما وصفها بالهجمات المبطنة على رئيس التيار الوطني الحر. امبارح كان في تصريح عدواني بمعنى جورج عدوان قمت باتصال شخصي مع الحاكم اللي موجود بالولايات المتحدة عم يحضر اجتماعات مهمة لعمل اللبنانية. قال لي أنور هذا في تجني كبير علينا والأرقام والأشياء اللي عم يحكيها منا دقيق. كل المدخلات يلي سمعناها بارح يلي بتطال الكثير من المواقف يلي نحن مفتخرين ومعتزين أنه أخذناها بالسياسة. النائب سامي الجميل سأل عن قطع الحساب فرد الرئيس بري أن لا دخل لمجلس النواب بالأمر وإنما الحكومة التي انتقد الجميل في عدة محطات لا سيما أثناء معركة الجرود ومقاربتها لملف النازح استعادة سيادة الدولة وقرارها يكون بإيدنا نحن موجودين بهذه القاعة احترام الدستور والقوانين والمهام منا وجهة نظر ولا الدستور وجهة نظر ولا الفرعية وجهة نظر ولا قطع حساب وجهة نظر ولا الموازنة وجهة نظر ولا القوانين وجهة نظر. النائب عاصم عراجي أثار قضية تلوث نهر الليطاني الذي تحول إلى مجرور على حد قوله بسبب المجاري الصرف صحيح والمصانع غير المرخصة بحسب ما أكد وزير الصناعة. بدنا متابعة الصعيدي بدنا المصانع وعلى رأس وزير الصناعة وزير البيئة وزير البيئة مصانع عيدي دولت رئيس اللي يسمي مصنع واحد أنا بعطيك يا أسيدي هلا بالشغل أو مسار يا دولت رئيس عم نكشف عليهم وعم نكشف على المصانع هذا مسؤول عن الصحة والدخ والبيئة والبيئة الكلية. شو سلطة أنا لحتى أروح أكشف على أكثر من بيعرف سعادة النائب أكثر من ألف مصنع أنشئه النائب قادم الخير رأى أن الجو التوافقي القائم يشكل بصيص نور للاستفادة منه وعرض في كلمته لقضايا تهم منطقة الشمال. يعني نموذج نحن هو مجلس الماء الجنوب نموذج جيد عمل لإعادة الجنوب بعد الاحتلال الإسرائيلي والدمار اللي تعرض له الجنوب ونجح. ليش ما بيتعمم هذا النموذج على المناطق المنكوبة بمجلس إنماء عكار وشمال وبعد وهذا في قوانين صار لي 10 سنين قلهم أعطوني مجلس عكار ولا شمال. يا دولة الرئيس قدم اقتراح قانون بهذا الموضوع وأعطوني بس الميزانية اللي بيخدموا بالسنة 40 مليون دولار. دولة الرئيس في قانونين واحد لأنماء النائب عماد الحوت انتقد العرضات المسلحة في قلب بيروت والأحكام الظالمة على الشباب المسلم دون غيره وختمت الجلسة بوليمة دستورية للنائب القوة بنقوش وفق تعبيره قبل أن تعقد خلوة عند مدخل القاعة العامة بين الرئيسين بري والحريري والنائب جورج عدوان.
الاستقرار السياسي والأمني الذي يعيشه لبنان حالياً لطالما سعى اللواء الشهيد وسام الحسن للتحقيق. اليوم يعيش لبنان ذكرى اختياره الخامسة وسط استمرار شعبة المعلومات بالعمل وفق الأسس والقواعد التي أرسلها إبانة توليه رئاستها. تقرير غدا جبيلي. من الأول عام 2012 امتد الإرهاب الأشرفي لتنال من أحد أكبر القادة الأمنيين في لبنان اللواء الشهيد وسام الحسن. حارب الإرهاب خلال توليه منصب رئاسة شعبة المعلومات في الأمن الداخلي. اجتهد فواجه التهديدات وتحمل تبعات التحديات والاتهامات. وسام حارب على عدة جبهات حوي والفريق حقيقةً تبع الأمن الداخلي وشعبة المعلومات. فعادي كتروا كتير وعادي خطرين كتير كانوا. وكان هو كل الوقت يقول أنا عايش إضافة شخصية ما عم بيعمل حياته غير يظهر المجرمين اللي قتلوا اللي شارك باغتيال الرئيس الحبيب. مهام صعبة أوكلت إليه، مناصب عدة تولاها قبل أن يصبح رئيسا لشعبة المعلومات. تمكن من حلفية أمنية سياسية حمت لبنان وراح يسجل الانتصارات الأمنية. جنب البلاد خطر مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة وتمكن من كشف الفاعلين في عين على ونجح الشهيد الحسن في أكثر من 30 شبكة للتعامل مع إسرائيل. آخر إنجازاته كان كشف الوزير السابق ميشيل سماحة ومسلسل التفجيرات الذي كان يخطط له النظام السوري. زملاء قوى الأمن عم يقوم خير كيان شعبة المعلومات كفيه بالإجازات بنفس الأسلوب بنفس الطريقة اللي أنت علمت عليها الحق ما بيموت ولا بد ما يوم من الأيام أنه العدالة تاخذ مجرها ولن نستكين. والأهم أنه اليوم خط اللي خطه رفيق الحريري واللي مشي فيه وسام الحسن وكل شهداء الأرز بعده ماشي. بعد خمس سنوات عن استشهاد اللواء الحسن يبقى السؤال عن مصير التحقيقات، وهل ستظهر الحقيقة وسينال المجرم عقابا؟ التحقيقات في الجريمة المروية التي حصلت في منطقة الضباط مستمرة ومصدر أمني يقول للتلفزيون مستقبل إن الجاني يعيش حالا من عدم التركيز. لا تزال التحقيقات في الجريمة المروية التي حصلت في سقاط يوم الثلاثاء الجارية وبعد أن تم تأجيل الاجتماع إلى إفادة الجاني القاصر علي يونس ليوم الأربعاء لصعوبة الحصول عليها نظراً لحال الصدمة التي تملكته بعد قيامه بجريمته. استأنفت القوى الأمنية تحقيقاتها في فصيلة سقاط البلاط. مصدر أمني أشار للتلفزيون مستقبل إلى أنه تم الانتهاء من الاستماع إلى إفادة الجاني الذي اعترف بقتل والده قائلا نعم قتلت محمد يونس ولم يقل والدي كما تحدثت للأحداث والجرائم بعدها وكأنه يشاهد فيلما بوليسيا وليس ما قام به هو. المصدر لفت إلى حال عدم التركيز التي شابت الجاني مشيرا إلى أنه تم أيضا الاستماع إلى إفادة أفراد العائلة وبعدما يتم الانتهاء من أجل إفادة أهالي الضحايا سيتم تحويل الملف إلى مفرزة بيروت القضائية لاستكمال التحقيقات الجنائية. وفي هذا السياق كانت قد انتشرت صورة على وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن جاني محمد يونس، إلا أن هذه الصورة تعود لشخص آخر وفق ما أفادت به عائلة الشاب صاحب الصورة متمنية على وسائل الإعلام التنبه للأمر وإيضاحه.
في تغريدة على تويتر قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط: أشكر الصحف التي تسفرني إلى جهات مجهولة، لكنني أوضح بأنني لازلت في البيت في فترة نقاهة وتأمل أستمع إلى تلك التصريحات الأشبه بالدرار السندوسية. أضاف بالطبع أيام الشعر الطويل ولت الشباب يعود يوما ضرب من الوهم والخيال، لكن لابد من فسحة من الأمل. في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار 1555 دعا الأمين العام للمتحدة أنطونيو غوتيريس اللبنانيين إلى اغتنام الزخم السياسي والتحسن الأمني والدعم الوطني للجيش للتحرك قدما نحو التطبيق الكامل للقرار وما يشكله من التزام دولي على الحكومة اللبنانية لنزع حزب الله وباقي المجموعات المسلحة والتمسك بسياسة النائب النفس وأعلن بعبدة ووقف التورط في نزاع سوريا وأمريكا أخرى في المنطقة. ورأى غوتيريس أن لدى الحزب قدرات عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة تهدد بتقويض استقرار الديمقراطية في لبنان. وأعرب الأمين العام على القلق من التقارير عن تطور الله في أماكن أخرى في المنطقة مما يزيد الأخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء. تتابع بعد الفاصل مقتل قائد الأسد الزور الملقب بقاطع الرؤوس. والغانم لممثل أنت المحتل وقاتل الأطفال. في تطورات إقليم كردستان، أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بسحب جميع الميليشيات المسلحة من كركوك بما فيها الحشد الشعبي. ومفوضية الانتخابات في كردستان تعلق انتخابات الرئاسة والبرلمان في الإقليم. المستجدات الأخيرة وسيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك ومناطق أخرى في إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين محور اجتماع برلمان كردستان، وسط دعوات صدرت خصوصا من رئيس البرلمان لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى التنحي عن السلطة، مضيفا أن البرزاني سيقدم خدمة كبيرة لشعب كردستان عند استقالته من منصبه. وبعدما تزايدت الأعمال الاستفزازية أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا إلى كافة الجماعات المسلحة بما فيها ميليشيا الحشد الشعبي للانسحاب من كركوك والإبقاء على الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب فقط، كما أمر بملاحقة العناصر الذين ينشرون الكراهية والعنصرية بهدف إيقاع الفتنة بين المواطنين وتعريض السلم الأهلي للخطر. من جهتها علقت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العمل بإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في الإقليم. ميدانيا أكدت مصادر عسكرية عراقية أن قوات البشمركة تراجعت حتى حدود المواقع التي كانت تسيطر عليها في حزيران من العام 2014. من جهة أخرى، وبعدما صادقت المحكمة الإدارية في بغداد على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، وقع الرئيس العراقي فؤاد معصوم على القرار. وفي المواقف من الأزمة، أكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن واشنطن لا تعترف بالاستفتاء في الإقليم وأنها تدعم وحدة العراق وخطوات الحكومة الاتحادية في تجنب الصدام وفرض سلطة القانون. بدوره جدد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع العبادي دعم بلاده لخطوات الحكومة العراقية والحفاظ على وحدة العراق. بدأت قوات سوريا الديمقراطية تطهير مدينة الرقة من الإلغام وخلايا داعش النائمة بعد هروب العشرات من مسلحي التنظيم الأجانب منها. بشاحنات النقل هرب مسلحو تنظيم داعش الأجانب من الرقة إلى مدينة الميادين في دير الزور. عشرات المسلحين المقنعين استسلموا لتصبح مدينة الرقة بشكل كامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن. المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أكد أن الإعلان الرسمي عن الانتصار في الرقة سيصدر بمجرد تطهير المدينة من الألغام وأي خلايا نائمة لداعش. الولايات المتحدة شددت على استمرار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية حتى تطهير مدينة الرقة بالكامل، مؤكدة أنها ستتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد تطهير المدينة.
وعلى وقع التطورات الميدانية في سوريا، يناقش المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا في موسكو تنفيذ اتفاق خفض التصعيد في سوريا واستئناف العملية التفاوضية في جنيف مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو. أما في دمشق فبحث رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري مع نظيره السوري سبل تعميق التعاون بينهما والتنسيق لمواجهة الأعداء المشتركين. قتل قائد عمليات قوات الأسد في دير الزور العميد عصام زهر الدين بانفجار لغم أرضي في حواجة صقر بدير الزور. وكان زهر الدين قد توعد اللاجئين الراغبين في العودة إلى البلاد بأنهم سيلاقون عقابا قاسيا إذا فكروا بذلك. عرف عن زهر الدين شدة إجرامه وتنكيله بالمعارضين عبر ارتكابه عشرات المجازر في عدة مناطق بدءا من حي الوعر مرورا بدوما وصولا إلى دير الزور. كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تفاصيل جديدة عن دعم إيران للإرهاب. في تفاصيل جديدة عن دعم إيران للإرهاب وتمويله في المنطقة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إيران ما زالت تأوي أكثر من 160 من العناصر الإرهابية الصادرة بحقهم أحكام في قضايا إرهابية. وأوضحت الداخلية أن الأدلة المادية كشفت عن ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدريب الإرهابيين في معسكرات على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة. وأكدت الوزارة أن الإرهابيين الذين تم القبض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات في معسكرات تتبع للحرس الثوري الإيراني. وأشارت إلى أن حجم المضبوطات من المواد المتفجرة التي ثبت أن مصدرها إيران تجاوز 24 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، مذكرة بأن البحرين حذرت مرارا وتكرارا من خطورة التدخلات الإيرانية السافرة في الأمن الداخلي. وشددت على أن الاستراتيجية الأمريكية ضد إيران وضعت حدا واضحا للمجاملات السياسية التي تم استغلالها من قبل إيران للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكدت أن الاستراتيجية الأمريكية تصب بلا شك في اتجاه إحلال الأمن والسلم الدوليين بشكل عام وحماية الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج العربي بشكل خاص. اعتبر مرشد إيران علي خامنئي أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي مع القوى العظمى ما دامت تلك القوى ملتزمة به، لكنها ستمزقه إذا انسحبت الولايات المتحدة منه. وقال إن واشنطن غاضبة لأن طهران عرقلت مخططاتها في لبنان وسوريا والعراق. وشدد خامنئي على أن إيران مصممة على مواصلة برنامج الصواريخ الباليستية رغم الضغط الأوروبي والأمريكي لتعليقه. طرد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الوفد الإسرائيلي الذي كان مشاركا في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي المنعقد في روسيا احتجاجا على كلمة عضو الكنيسة خلال الاجتماع، وقد وصف فيها الشعب الفلسطيني بالإرهابي. سيد الرئيس، في 45 ثانية أولا أشكر اللجنة على تقريرها المحايد، ثانيا ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة، هذا ما يمثله هذا الغاصب. وأنا أقول له في هذه الثواني ينطبق عليه المثل المعروف عالميا، إن لم تستح فافعل ما شئت، عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم. أخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة. يا محتل، يا قتلة الأطفال، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1323 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية، مما يرفع عددها إلى 2600 في يومين. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف الخطط الجديدة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، محذرا من أن مثل هذه الممارسات تهدد أي اتفاق سلام في المستقبل مع الفلسطينيين. ولفت الاتحاد إلى أن كل الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين. دانت الحكومة الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي شركات إنتاج إعلامي تعمل في الضفة الغربية وإغلاقها لمدة 6 أشهر بدعوى بث مواد تحرض على الإرهاب. وقال المتحدث باسم الحكومة أن قوات الاحتلال ارتكبت اعتداء سافرا وخرقا فاضحا مزدوجا للقوانين الدولية، متذرعة بحجج واهية لا تصنف إلا تحت عناوين الاعتداء التي يصر الاحتلال على تنفيذها ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد زعم أن هذه الوسائل الإعلامية وشركات الإنتاج بثت مواد تحريضية مشجعة للإرهاب. أبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استعداد بلاده للحوار لحل الأزمة الخليجية وفق اتفاقيات تلزم كل الأطراف باحترام سيادة الدول. أضاف الشيخ تميم أنه لا يوجد رابح، فكلنا إخوان وكلنا خاسرون في هذه ومن هذه الأزمة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته بشأن استراتيجيته الأمنية الجديدة أن خطر الإرهاب تغلغل في الداخل الفرنسي، لافتا إلى أن قوات الأمن أحبطت 13 عملية إرهابية هذا العام. وأعلن ماكرون أن العمل يتركز على تقوية أجهزة الاستخبارات خصوصا داخل السجون. كلمته تزامنت مع إقرار البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانون مكافحة الإرهاب الجديد. بعد محكمة هاواي، أوقف قاضي المحكمة الجزائية في ماريلاند أحدث مسعى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر دخول مواطني 8 دول للولايات المتحدة، موجها ضربة قضائية جديدة لثالث محاولة تقوم بها الإدارة الأمريكية لفرض قيود على السفر. وقال القاضي في حكمه أن مقدمي الدعوة للطعن في هذه السياسة سينجحون على الأرجح في إثبات انتهاكها لقانون عدم التمييز بما يصل إلى حد حظرها دخول مهاجرين على أساس جنسياتهم. يشار إلى أن الحظر يستهدف مواطنين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. اعتصامان مطلبيان في المتحف وساحة رياض الصلح. قوى الأمن تستعيد لوحة مسروقة لسلفادور دالي في لبنان. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط وزير الدفاع الإستوني على رأس وفد، وجرى عرض لعمل الكتيبة الإستونية ضمن إطار قوات اليونيفل في جنوب لبنان والأوضاع العامة كذلك العلاقات الثنائية. في اليرزي، بحث قائد الجيش ليمات جوزيف عون مع وفد من لجنة المال في الكونغرس الأمريكي برنامج المساعدات الأمريكية المقررة للجيش اللبناني. الوفد الأمريكي انتقل بعدها إلى قاعدة حامات الجوية حيث حضروا جميعا تمرينا قتاليا نفذه فوج المغاوير بالاشتراك مع القوات الجوية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش تحاكي التصدي لعملية أبرار معادية. بعد ذلك استمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد القوات الجوية بشأن قدرات سلاح الجو اللبناني ومهماته المختلفة. وفي موسكو التقى تيمور جنبلاط نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعرض معه الأوضاع العامة على الساحتين الدولية والإقليمية. وبحسب بيان مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، أكد جنبلاط سعيه لترسيخ هذه العلاقة التاريخية لأجل مصلحة البلدين والمصلحة العربية بشكل عام، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه روسيا في عالم اليوم وما تشكله من عنصر مهم للتوازن والاستقرار. أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قرارا بشأن 15 سؤالا مقدما إليها من قاضي الإجراءات التمهيدية الذي طلب توضيحا لجوانب معينة من جوانب القانون الواجب تطبيقه لغرض الدراسة والفصل في مسألة تصديق قرار الاتهام المقدم إليه من الادعاء. وتوصلت غرفة الاستئناف إلى قرارها بعد أن أخذت في الاعتبار المرافعات الشفهية التي أدلى بها الادعاء ومكتب الدفاع في الجلسة العلنية التي عقدت، وكذلك المذكرات التي قدمها من قبل. أما الأسئلة التي قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية فتتعلق بصورة رئيسية بجريمة جمعيات الأشرار التي تنص عليها المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني وبمعايير استعراض قرار الاتهام. مطلبيا اعتصام في المتحف للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وآخر في ساحة رياض الصلح للمساهمين والمودعين بتعاونية لبنان. من جديد عاد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الاعتصام على درج الإدارة المركزية للجامعة في منطقة المتحف. حمل الأساتذة خلال اعتصامهم يافطات تطالب بإنصافهم. وما على الجامعة إلا أن ترفع الملف إلى وزير التربية في مهلة أقصاها شهر من تاريخه، أو يكون 18 من تشرين الثاني موعد الإضراب المفتوح. مطلبيا أيضا وفي دعوة منهم لإدراج القانون 109 ضمن الموازنة لحل أزمة التعاونيات، اعتصم المساهمون والمودعون في تعاونيات لبنان في ساحة الرياض الصلح.
تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من استعادة لوحة ليدي ريفز للفنان العالمي سلفادور دالي، وقد تم توقيف سوريين ولبنانيين كانوا يعملون على عرض اللوحة للبيع، والتي اتضح أنها مسروقة من إحدى الدول المجاورة وتقدر قيمتها بملايين الدولارات. فمن هي الليدي ريفز التي عادت إلى الحياة بعد 20 عاما من اختفائها؟ وعادت السيدة الأنيقة الليدي ريفز ووردتها الحمراء، وجدت بعد 20 عاما على اختفائها. هي لوحة للفنان سلفادور دالي رسمها عام 1954، إلا أن السيدة ريفز لم تملك ثمن البورتري الذي رسمه لها، فقامت بسرقته. وبحسب الأسطورة فقد حلت اللعنة على هذه اللوحة منذ ذلك الحين. تم تنقلها في عدد من المعارض، بيعت أكثر من مرة بملايين الدولارات، إلا أن محطتها الأخيرة قبل الاختفاء كانت في جاليري سوبس في لندن، ومن بعدها تمت سرقتها عام 1997 ولم تظهر حتى يومنا هذا، بعد أن تمكن مكتب مكافحة السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من استعادتها وتوقيف من كانوا يعملون على بيعها مجددا. برعاية الرئيس سعد الحريري جرى حفل إطلاق تحدي الاستعراضات الجوية في لبنان الذي يقام في نهاية حزيران المقبل. هو الإعلان عن انطلاق فعاليات استعراضات لبنان الجوية والتي ستجري في 30 من حزيران المقبل، وستضم مباريات كأس العالم للتحدي الجوي لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 10 فرق مدنية وعسكرية من أكثر من 10 دول. الحدث الذي أطلقته شركة جراوند زيرو بالتعاون مع شركة فلاينج إيجل تم الإعلان عنه خلال حفل عشاء أقامته شركة ميوز كوميونيكيشن في فندق سمولفيل بدارو، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الثقافة غطاس خوري. كما حضر الحفل وزراء ونواب ودبلوماسيون وشخصيات أمنية وفنية وإعلامية. اليوم لبنان عم يزيد على لائحة الاحتفالات احتفالي، ما في شك انه بده يشجع السياحة وبده يشجع انه لبنان يعود على خارطة الوطن وبيروت تعود على خارطة الوطن. شكر كبير للست رزان الدنا، وشكرا لكل الناس اللي مساهمين بهذا الحدث. دولة الرئيس اكيد كان حاول يكون بيناتنا، لكن الجلسة النيابية اخذت وقت طويل. كذلك شرح الكابتن نايجل هوبكنز بعضا من تفاصيل الاستعراض الذي ابدى سروره لكونه في لبنان الجميل، كما قال مؤكدا أن الاستعراض سيكون ممتعا. وفي الختام تم تكريم الرئيس الحريري ممثلا بخوري عبر تقديم منحوتة من الفنان رودي رحمي الذي وجه رسالة متلفزة إلى الرئيس سعد الحريري. وصفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. بونسوار. طقس خريفي عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تفاصيل كلها بعد شوي. هلا بنروح على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 28 درجه، رباط 23، الجزائر 22 درجه، بغداد 32، دمشق 29، القدس 31، وبنختم اخيرا مع الكويت والدوحه 36 درجه، اما الرياض بتسجل 35 درجه. هلا بننتقل على لبنان. بكره الخميس طقسنا صافي لقليل الغيوم، بالنسبه للحراره على الساحل توصل اقصاها لل 31 درجه، ادنيها 17، بالنسبه للجبل 26 درجه، اما بالداخل بتسجل اقصاها 30 درجه. تفاصيل اكثر بنروح على الخريطه اللبنانيه، ومنبلش جولتنا بعكار 30 درجه، طرابلس 31، الارز 20، الكوره 29 درجه، الهرمل 31، القاع 29، بعلبك 24، هي كمان بتسجل الحراره فيها 24 درجه، جبيل 29، ميروبا 21، جونيا وبعبدة 30 درجة، بيروت كمان بتسجل حرارة فيها 30 درجة، من كفة على زحلة 30، شطورة وعنجر ومشغرة 29 درجة، نوصل عجزين 28، رشية 25، مرجعيون 28 درجة، بنت جبيل 29، ومنختم مع صيدا سور وقانا 29 درجة. مثل ما ذكرت بكره الخميس طقسنا صافي لقليل الغيوم، عنا ارتفاع بدرجات الحراره لتوصل اقصاها نهار الخميس على الساحل ل 30 درجه، ادنيها 20، بالنسبه للجمعه 28 درجه، اما نهار السبت بتنخفض ل 27 درجه. حراره بمنطقه الارز عم توصل اقصاها لل 20 درجه. لهون بتكون خلصت نشره الجويه، تصبحوا على الف خير.
في دي ان اي بعد هذه النشرة يكشف نديم قطيش عن اتحاد جديد مقابل الاتحاد الأوروبي. ختاما هذه أبرز العناوين. بيقدم موازنته والبيان الربح أو الخسارة إلى وزارة المالية. تساؤلات وردود بشأن إثارة موضوع أرباح مصرف لبنان، ومصادره تؤكد أنه كغيره من البنوك له واردات وعليه مستحقات. مش النائب العام غير كلمة بضل ضايق، مش عم بحكي عنك، عم بحكي عن كل الغائبين. مشروع الموازنة العامة أمام مجلس النواب في جولة مناقشة رابعة. دعوات للبرزاني للتنحي عن الرئاسة، والعبادي يأمر بسحب الميليشيات بمن فيهم الحشد الشعبي من كركوك. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء. النظام بسوريا ماني مستعد اتعامل معه لا من قريب ولا من بعيد.